نكملوا على الفايمر ورك ستيشن باش نشرح شي حويجات خفاف. هذه نيو ويندوز كتعني بانني غنحل واحد الويندوز جديده في الـ في الـ في الفايمر. هادشي اللي خاصنا نفهمو. انا غنطلع ليا واحد الويندوز جديده. هاي طلع هادشي شويه نخدم على شي لعيبات. اذا هاي هاد الويندوز بغيت نشرح فيها شي حويجات. كاين فيها اوبن هاد علاش كتصلح هاد اوبن وكلوز تاب. كلوز تاب بطبيعة الحال باش يمكن نكيتي هاد الويندوز هادي اللي حال يعني هاد النافذة. اوبن هنا ديجا مثلا فصات مثلا ديجا صافي كرييت الفيرتشوال ماشين ديالي وبغيت نحلها يعني بغيت نخدم بها. بغيت نخدم بها بطبيعة الحال كنمشي للدوكيمون مرة دوكيمون كتمشي كتلقى واحد الفيشي بار ديفو ديما كتلقاه ها هو كتلقى فيرتشوال ماشين هنا فين تيكونوا لي فيرتشوال ماشين اللي كاينين. كتمشي هاي هذه هي ليماج هذه هي الفيرتشوال ماشين يعني بغيتي هذا. بعض المرات ما كتلقاش في الفايمر ورك ستيشن طاها ولكن راه عندك في الديسك ديالك عندك في الماشينريه. هذه هي الطريقه باش كتجبدها كدير هكا كدور دوبل كليك على هذه اوتوماتيكمون كيطلع ها هي شفتيها كدير دوبل كليك عليها كتطلع لك هنا مزيان كدير دوبل كليك عليها تطلع لك. البروبليم عندي انا البروبليم انا في البيسي ديالي يعني كدير دوبل كليك عليها تطلع عندك هنا مزيان اللي بغيت نشرح هنايا هي ويندوز هنا نفس الحاجه هنايا هنا يمكن لي عاوتاني نفس الطريقه هذه اوبن يعني هنا كيمكن نمشي نحل ونقلب عليها ونيكزيكيتا كيما وريتك. هنا كيمكن نكري نيو فيرتشوال ماشين كنت كنمشي كنديرها هنايا دابا يمكن لي نديرها هنايا هذه طريقه اخرى عاوتاني ايديت فيو هنا فقط فول يعني بديت افيشي داكشي كبير وصافي. الهلب هنا اللي بديت تهرب هنا اونتر ليسن كي يعني مثلا في حاله انا ما دخلتيش لا ليسونس يعني الكلي داكتيفاسيون كيمكن لك تدخلها من هنايا. شي حاجه اخرى سوفتوير ابديت هنا باش دير الميزاجور باوت وين ماروك ستيشن باش تعرف شي حويجات كاين شي اللي كاين اونلاين دوكيمنت الا بغيتي تمشي تقرا فاي ماروك ستيشن اونلاين. اي شي اللي كاين شي حوايج غنشوفهم ان شاء الله في لاصالات.